الرئيس التونسي الجديد قيس سعيد منذ وصوله قصر قرطاج وهو على ما يبدو يستحوذ على اهتمام المتابعين يراقبون قراراته وخطواته. انتشر للرئيس الجديد كثير من الصور والفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يحتسي قهوته الصباحية في مقهى اليحياوي الشعبي بالمناهلة بالقرب من محل إقامته. نشاهد ذلك الفيديو. فقيس الرئيس التونسي راغب بأن تستمر حياته على طبيعتها بالرغم من المسؤولية الجديدة كونه رئيسا للبلاد والتي قد تفرض عليه حماية أمنية. هذا فيديو له وهو يسلم على الناس. رئيس دولة تونس إنسان متواضع على الآخر، عاك الناس كل تسلم عليه. الشعب ما يعرفش. يا سي قيس. سيد الرئيس. ربي عنيك سيد الرئيس. صورة الرئيس سعيد وهو يحتسي قهوته ويقف أمام منضدة المقهى ينتظر بنفسه قهوته الصباحية كالعادة لقيت إعجابا واستحسانا من قبل بعض من التونسيين، ولكن هناك صورة أخرى تداولها التونسيون للرئيس قيس سعيد وهو يقود سيارته. هذه سيارة قيس سعيد، سيارة بسيطة قديمة البعض يقول إنها مهترئة، تم التقاطها له بعد ترشحه للانتخابات الرئاسية التونسية. الرئيس سعيد أكد بعد فوزه بالانتخابات أنه لن يسكن قصر قرطاج بل سيعود لبيته بعد نهاية كل يوم عمل. تصرف الرئيس ذلك لقي استحسانا من قبل التونسيين والعرب ووصفوه بالعفوي. تغريدات عدة اخترنا لكم هذه التغريدة من أعراف تقول قالها أكثر مرة أنه قدوة عمر الفاروق، كما أنه دائما يستشهد بمواقفه في خطاباته ويردد المقولة الشهيرة عدلت فأمنت فنمت ومن كان العدل منهجه فلا يتسلل الخوف لقلبه. مها عباس تغرد يجب عليه إذا كان يحب شعبه كل الذين نصروه أن يمارس نشاطاته وتصريحاته كرئيس دولة وبعيدا عن الحنين إلى الماضي والتخلي عن اللامبالاة ويملأ مكانة الرئيس. جويل منيرة محلاه متواضع برشا، إن شاء الله ربي يحفظه، وأنتوا ما اللي قاعدين كنتم تنجموا وتاقفوا وتسلموا عليه من باب الاحترام. لطفي كزاني أو جوزاني سيناريو حلو وإخراج ممتاز وممثل بارع على مسرح الشعب الغلبان، كل هذا لاستعطاف الشعوب البسيطة يقول ذلك ضاحكاً.